بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فلاح ومسؤول. فلاح ومسؤول، كنا في حلقات سابقة اتكلمنا عن حاجات عن مركز البحوث الزراعية، ومرة قبلها كنا استضفنا الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة لإصلاح الزراعي، واتكلمنا عنه عن أحوال الجمعية العامة لإصلاح الزراعي والحاجة اللي بتهم الفلاحين، لأن فلوس الجمعية العامة لإصلاح الزراعي هو مال خاص يعامل معاملة المال العام. وعلشان كده، ورغم طبعا إن أنا بكن كل احترام للحاج مجدي الشراكي وكل احترام لمعالي الوزير الدكتور عبد المنعم البنا، ولكن مصر أبقى وأهم. كلنا مصريين، كلنا بكل واحد فينا بيدور على حق البلد، ولكن حينما تتعارض المصالح تبقى مصر. انا بقول انا بكن كل احترام للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة لإصلاح الزراعي، ولكن ولان الشياطين تكمن في التفاصيل ندخل في الموضوع على طول. كنا اثرنا قبل كده ان قبل العيد الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والأستاذ ممثل وزارة الزراعة بتاع التعاون الزراعي داخل الإصلاح الزراعي سابقا الإفساد الزراعي حاليا، طلع له قرار من معالي الوزير بناء على مذكرة عرض. ركزوا معايا في مذكرة العرض من السيد نائب الوزير، وقال القرار بتاع وزير الزراعة ان السيد نجم هو طبعا مع كامل احترامي ليه، هو كاسمه نجم، بس هو نجم الاصلاح الزراعي، نجم التعاون الخبرة. فطلع له قرار من وزير الزراعة يطلع لاسبانيا، لمدريد، دي مايوركا. ليه؟ علشان هو الحاج مجدي يروح يجيبه لمؤاخذة عجول من اسبانيا. عقول بتتفرج هناك على كريستيانو رونالدو، بتتفرج على زين الدين زيدان وحاجة كده متربية على الغالي. طب ليه يا جماعة رحتوا تجيبوا من اسبانيا؟ اصل العقول الاسباني مؤدبة ومحترمة، بتتكلم كده اسباني وفي الاتيكيت، والطعم بتاعها حلو قوي. طب ما يا جماعة ما عندنا هناك السودان او الصومال او اوغندا. لا 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 لا، جو هناك حر، احنا عاوزين عجولك عجول كده متربيه على الغالي. وراحوا، طلع قرار وزاري من السيد الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للسيد نجم اللي هو كان بتالي رئيس قطاع التعاون، بتالي وهيئ لي كده من مال الدوله، عشان هيطلعوا يقولوا ايه؟ اصل الشركه اللي كانت بعت لهم عشان يجوا يشتروا العجول هي اللي كانت موجهه الدعوه. ما هو كله على راي المثل زمان علمونا، قال لك من دقنه وفتله، كله من فلوسنا. يقولوا ايه؟ اصل فلوس الجمعيه العامه لاصلاح الزراعي دي مال خاص. لا يا حبيبي، مش مال خاص، مال خاص وعمل معامله المال العام. المهم عشان ما اطولش عليكم، قالوا العجول بتاعتنا خلاص عجزت، عاوزين نجيب عجول جديده، حاجه كده ملعلطه، حاجة كده تغري. فراحوا يجيبوا ايه؟ عجول من اسبانيا، وقعدوا هناك فترة طويلة في اسبانيا، يهيأ لي حوالي 20 يوم او تزيد شوية او تقل شوية عشان ما فيش حد يقول. فكان قبل ده وانا بعلنها على الهوا، وكل عارف ان انا لا اخشى الا الله، انا كنت مختصم السيد نجم لوزير الزراعة والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعه. قلت لهم عندي مستندات اهو بتقول ان في فساد في التعاون هناك، هنحقق فيها، كل مخطئ هيتضرب على ايده. ويا ريت ما وديت المستندات. ليه؟ صدر قرار للسيد نجم انه يروح اسبانيا، واحد الساده الكبار اللي بيتفرج عليا دلوقتي قال لي والنبي ما تشتكيني يا اخي، اشتكيني، انا عاوز اروح حته تانية، اروح ايطاليا، روما، لان اللي انت بتشتكيه
بيدلعوه بيودوه فين؟ اسبانيا. ولكن لان الله لا يرضى بالظلم، فربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني راحوا هناك ونقوا حاجات كده ايه ملعلاطة، يا ريت زمايلنا في الاعداد يجيبوا لي الصور. حظهم ان احنا جالنا حاجات موجودة على ايه، هننزلها على الشاشة. يا ريت زمايلنا في الاعداد يتواصلوا مع الحاج مجدي الشراكي. الحاج مجدي الشراكي بعت له اهو بيقول ان هو عاوز يرد، يا ريت زمايلنا يتواصلوا مع الحاج مجدي الشراكي. فايه راحوا هناك وتصوروا، وتصوروا مع العجول، وتصوروا وهم بيمضوا الاتفاقية. جت العجول من هناك راحت محجر اسمه محجر الصلحية، ومحجر الصلحية ده انا ما كنتش اعرف لغاية لما الحاج مجدي قال لي، قال لي ودوه محجر الصلحية. ادي الصورة اهي، ادي الحاج مجدي طبعا مع كامل احترامي ليه على الشمال، والاستاذ نجم اللي لابس اللون الحلو الزهري ده، قصدي الروز ده، على اليمين. فايه كانوا واقفين هم بيتفرجوا. راحوا جابوا العجول من هناك، تمام انا ما عنديش اي اعتراض، عاوزين تجيبوا العجول هاتوا. لكن جت العجول مصر، فابسط حقوق المصريين العجول دي وهي بتتشحن يتأمن عليها، يتأمن عليها ضد المرض، ضد الكسر، ضد الانفلونزا. يمكن ما يعجبهاش الحال بتاعنا والهواء بتاعنا، تحب ترجع نوفر لها تذكرة الطيران ولا المركب ترجع تاني. ولكن عذرا صديقي العزيز الحاج مجدي الشراكي، لما تدخل العجول هنا مصر واعرف ان النافق من العجول يتعدى 159 عجل. انا عاوز اعرف لما النافق على حد علمي، انا قلت الحاج مجدي النهاردة حوالي 140، لكن قبل الهوى وصلني معلومة مؤكدة ان هم حوالي 159. انا عاوز اعرف، قولولي يا اولي الالباب، مين اللي يتحمل الفلوس دي؟ من يتحمل هذه الكارثة؟ هل هو وباء يا جماعة وجي فيهم؟ قولولنا، نحرص كل واحد يخبي العجول بتاعته اللي هنا في مصر، ولا هي فرة جاية من بره نعمل حسابنا، ولا جو اسبانيا حلو والجو عندنا هنا في مصر مش قده، مع ان جو الصلحية بتهيألي قريب كده من جو اسبانيا، جو كده يرد الروح. لما تواصلت مع الخدمات البيطرية، الخدمات البيطرية قالوا لي لا 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 لا، اي حد يقول ان السبب من عندنا لا، قالوا ان في عجلين منهم كانوا مشاغبين شوية، كانوا واخدين على انهم بيفتحوا سبرينت جامد زي رولاندو ما بيعمل، فعمل ايه عجلين فيهم يعني اشقية شوية، فالاشقية دول عملوا ايه، اتكهربوا، كان في سلكين معريانين فاتكهربوا، ما يعرفوش ان احنا بنمسك السلك اللي هو المتعري ده بنعلق عليه الغسيل، ما علمهمش في اسبانيا كده. معانا اتصال الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. اهلا وسهلا بيك يا حاج مجدي. اهلا طارق بيه. يا اهلا وسهلا بيك حضرتك. اتفضل اتفضل معاك يا استاذ طارق. انت راجل اعلام كبير ومفروض التحقيق يبقى متكامل يعني. تمام. يعني المفروض يبقى متكامل، يعني كنت المفروض تقول لي انا عاوز اشوف العجول واشوف شكلها ايه وتطورها واتفرج عليها الناس برضو في البرنامج بتاع حضرتك، خدت بالك؟ عشان تبقى الناس هي اللي تحكم من خلال الكلام نفسه. انا كلامك انت يعني. عندي كلامك انت عندي يا حاج مجدي هو الممتاز. اتفضل. طيب ايه، اصل انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، اصل الكلام في التوقيت ده بالذات بيدي معاني كبيره. يدي معنى ايه؟ معنى كبير، يعني معاني كبيره الكلام في الموضوع ده بالذات دلوقتي. انت عارف ان مدير الجمعيه العامه توفى امبارح. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويحسن اليه. كونه انفتح الموضوع ده دلوقتي واحنا في حاله تعيين مدير جمعيه جديد، كنت ولا حضرتك معاك، انا بدخلك في ناحيه ثانيه عشان
الملف طبعا بتبلغ لك، هتبلغك لك رجالتك وبتبلغ ماشي. فانا عايز سعادتك برضو عربيه او كاميرا عربيه من عندنا بالكاميرا، ودي تصور العجول وتشوف العجول وتشوف منظرها. العين دي قبل العين دي ماشي يا طارق، بس عشان خاطر احنا اذا كان هناك بعض التقصير في تقصير نحاسب المقدم، لكن نشوف العجول. العجول بتاعتنا لحد دلوقتي بيجي لها الزباين عليها واحنا نمدحها ماشي. بيجي لها زباين باسعار اكثر من اسعار السوق. تمام ماشي. وسعادتك انا بس اللي انا عايزه وسعادتك تستجيب الكاميرا، الكاميرا بتاع حضرتك، ولو ما كانش عندك عربيه هبعت لك العربيه المطلوبه بالطقم بتاع يا باشا. انت خيرك خيرك سابق يا حاج مجدي. يا طارق ايه الله يكرمك يا طارق ايه، انا عارف ان انت راجل اعلامي وبتدور على الحقيقه كابتن حضرتك، وانا معاك يعني اي حقيقه او اي مخالفات او اي حاجه احنا معاك ماشي. لكن هو كل اللي فيها ان مشروع العجول، العجول من انظف العجول اللي وصلت مصر بشهاده كل اللي شافوها، بدليل بدليل حاجه يا طارق بيه. اتفضل. لمركز بحوث، مركز بحوث التناسليات اللي في مصر لما راح ياخد العينه منهم بناء على اوامر الحاج الفطري، خدت بالك؟ جه عمل معايا بروتوكول عشان يعمل منهم اللقاح. لقاح لقاح العجول، بدل ما نستورد اللقاح من بره نعمل اللقاح في مصر. انا بس انا اتمنى، انا اتمنى الحمد لله ان انت فتحت الموضوع ده عشان اطلب منك واتوسع اليك تيجي تصور العجول وتشوف. حاضر يا حاج مجدي. طب بس انا ليا سؤال. طب بص يا حاج مجدي انا ما قطعتش، انت حبيبي واخويا، وانت عارف انت عارف انت معزتك كبيره عندي والله. الله يكرمك. وانت عارف انت غلاوتك عندي قد ايه. انا تحت امرك في اي حاجه. طيب انا طب انا ليا سؤال قد كده. اتفضل. عدد النفق قد ايه؟ عدد النافق في المحجر في فترة ال 40 يوم في المحجر اللي هو قعدوا فيه 43 عيد. كم؟ 43 عيد من 2000 عيد. يعني مش حاجة مش حاجة و70 في جوه؟ لا 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 43 النافق. إجمالي كام؟ إجمالي النافق بعد ما طلع كام يا حاج مجدي؟ لحد النهارده بقى لنا دلوقتي في 4 أشهر، لحد النهارده 104. 104 يعني مش 159؟ لا لا لا. طب يا حاج مجدي؟ النافق 104. يا حاج مجدي انا بقول لك، انا بقول لك. طب ما انا والله والله بص، طب انا بقول لك بس حاجه. انا انا بقول لك ان حاج مجدي انت عارف انت عارف انت كلامك مصدق عندي. انا ما عنديش استعداد انني اقول غير الحقيقه. حلو جدا، وانا معاك، وانا عارف انا عارف انت. انا اول ما ابتديت الحلقه أنا قلت الحاج مجدي من الشخصيات المحترمه اللي انا بحترمها وبجلها. لما انا سمحت ان انت كاتب عن فيه 600 عجل مستوردين وبات منهم 150 ده تبقى كارثه. طيب ماشي. اجمالي كام يا حاج مجدي؟ الاجمال اللي جم 2000 عجل. اللي دخلوا البلد 2000 عجل. 2000 عجل. النافق في المحجر في ال 40 يوم الجو والظروف والبتاع والنقل والحاجات دي نفق 43. النهارده لحد النهارده في المحجر، لحد النهارده لانهم في مزارعنا وصلوا 104 او 106. طب اقول لك على حاجه يا حاج مجدي، اللي ادالك المعلومه مع كامل احترامي ليك وانت عارف انت عارف معزتك عندي، اللي ادالك المعلومه ما ادالكش المعلومه صح يا حاج مجدي. يا استاذ طارق لا، تعالى النافق 106 يا حاج مجدي. 104 106. طب اقول لك بس، عارف عامل ايه؟ بأمرت العجلين اللي اتكهربوا هناك في الصلاحيه يا حاج مجدي. يا باشا دولت هناك في المحجر، هناك في المحجر. طيب يا حاج مجدي العجول دي جايه منين يا حاج مجدي؟ من اسبانيا. طيب مش المفروض بتتحجر فين؟ تتحجر هنا في مصر. حلو، تتحجر فين؟ مش اللي جاي من اسبانيا نازل اسكندريه؟ بتتحجر في اسبانيا، بتتحجر في اسبانيا. بتتحجر في اسبانيا وهنا في مصر بتتحجر فين؟ بتتحجر هنا بقى في محاجر مرخصه. ايه انهي محاجر؟ انهي محجر؟ في محجر محاجر في محاجر خاصه يا استاذ. انا عارف عارف محجر الصلاحيه ده محجر خاص. وانا مش محجر خاص، انا حجرت في محجر، اجرت المحجر من الصلاحيه ونقلت العجول فيه. جميل. جبتها من هناك على المحجر. طب الجماعه بتوع الطب البيطري لما تواصلت معاهم قالوا لي طول ما الحاجه داخل المحجر فتره الحجر مسؤوليتنا، ما خارج المحجر ما نعرفهاش. طيب ما هو خلاص، طب ما هو داخل المحجر. ايه ما انا بقول لك هو في المحجر هناك، ما هو لحد العجول ما طلعت من المحجر ما لهمش دعوه بيه. طيب ماشي، مش هنختلف، مش هنختلف. حاج مجدي العجل كان واقف بكام؟ ها؟ العجل كان واقف بكام؟ العجل انا احسب لك الكيلو كان واقف ب 70 جنيه.
ب 70 جنيه. متوسط متوسط الوزن قد ايه؟ متوسط الوزن 250 كيلو. 250 70 في 250 في 106. مين يا حاج مجدي يتحمل؟ مين يا حاج مجدي يتحمل فلوسهم؟ يتحمل فلوس ايه؟ العجول دي النافع. انت عارف العجول انت عارف العجول عامله عندي عامله وزن في دلوقتي كام يا استاذ؟ عامله كام يا حاج مجدي؟ 250 و600 كيلو. ده بالوزن هنا لما اكلت وربربت عندنا يا حاج مجدي. لا ما هو ماشي لا ما هو انت اكلت من خيرنا يا حاج مجدي. كل حاجه لها ولها اتلاف يا حاج طارق. طيب طب حد بيموت الا لو في ايه؟ وانت فاكر ان انت ده الشعب المصري معمول ده؟ طب حد سؤال قد كده بس. طب سؤال قد كده، الاخ نجم كان رايح ليه؟ كان جاي اداريه. يعني ايه؟ يسأل. كان يسأل. هو الراجل جاي اداريه يعني. يسأل. رايح يعني هو رايح يعمل ايه هناك؟ يعني يعمل ايه؟ هو كان لابس قميص فوشيا كده وبنطلون جينز. يا استاذ طارق اتفضل. يا استاذ طارق، اولا اللي بيسافر، اي واحد بيسافر بره عامل ايه؟ اذا كان الحجر البيطري ولا اي حد بياخد مصروف جيب. اللجنه اللي طلعت من البوكيت ماني قد ايه يا حاج مجدي؟ ما اتاخدش تعريفه، والجهاز المركزي بيراجع الجمعيه اذا واحد صرف تعريفه يعني مصروف جيب. يا حاج مجدي يعني عليه. يعني هو جاي كده، هو معدي في مدريد ولا في برشلونه؟ هو موظف هيعمل ايه يعني؟ يعني هو راجع للولاد ما اخدش حاجه بوكيت ماني يعني؟ اقسم بالله ما واحد خد تعريفه. انا بحلف لك على ما انا عارف والله، ما خدش تعريفه، ما هو يا دولار يا يورو يا ريال يعني. وهقول لك برضه، لما جينا من بره وجوم، وانا من ضمن الناس اللي كانت بره وجوم، عرضوا عشان نصرف مصروف الجيب طبقا للقانون وطبقا للنوايح، قلت لهم يؤجل ما ينصرفش حاجه. انا بقول لك على الهوا برضه، ما صرفتش تعريفه للجنه اصلا. يعني اللجنه ما خدتش، واللجنه ما خدتش تعريفه. قلت لهم بعد ما نصرف المشروع ويخلص، اذا ربنا كرم اللي عمل حاجه يتحفل باذن الله. هو عموما ربنا بيكرم على طول. ربنا كرم بايه يا حاج مجدي؟ ربنا ايه يا حاج طارق؟ لا ربنا كرم بايه؟ ايه ربنا كرم بايه؟ بتقول لك انا هياخده لو ربنا كرم. هي إيه لما ربنا خلص وخلص المهمه وخلص وصف المشروع ديت الطبقه ديت. طب العجل يا حاج مجدي وصل 550 كيلو دلوقتي. تعالى بص، انا بقول لك تعالى صور العجول حاجه. صور والله، تعالى صورها وفرجها على الناس عشان المشاهدين بتاعك يشوفوا العجول. تمام. انا ما بقولكش بعد الهوا، بعد الهوا هرتب معاك يا حاج مجدي وهننزل نصور. صورتك وتعالى، اذا نزلت ولقيت عجول في مصر توصف العجول اللي موجوده والمواصفات بتاعتها، قول مجدي اشتراكي ده. لا 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 سمح الله يا حاج مجدي، ما انا قلت دي عجول محصله. يا ريس انا عايز بس، انا عايز ان انت تشوف وتسال مركز البحوث، مركز الابحاث بتاعه المصريات. قول له لما رحت المشروع عشان تاخد عينه من المشروع، عشان خدت تشوف الامراض اللي فيه وتشوف الحاجات اللي فيه. قعد وفيه جه ثاني يوم رئيس المركز وقال انا عاوز اعمل معاك بروتوكول عشان معهد بحوث ايه يا حاج مجدي؟ معهد بحوث التناسليات. معهد بحوث التناسليات. خدت راحتك؟ وجه عمل معايا بروتوكول على اساس ان احنا بدل ما بنستورد التلقيح من بره ننتجه في مصر هنا. تمام. خدت بالك؟ فانا عايزك تاخد تيجي تلم الموضوع. جاي باذن الله، ان ربنا كتب لنا عمر هنيجي يا حاج مجدي. انت عارف ان انا بحبك يا فارق ايه؟ وانا عارف والله، والله العظيم انا بحبك وبحترمك والله. الله يكرمك. انا شاكر جدا لاتصالك يا حاج مجدي. بعدين يعني احناش انبياء يعني. الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. وما احناش انبياء، احنا داخلين في مشروع اول. لا 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 مين؟ لا لا حاشا وكلا، كلنا ابن ادم. اذا اخطانا النهارده نتصلح. ما احنا بنقول بقى عشان الخطا اللي حصل لازم نشوف اسبابه عشان ما يحصلش تاني. انا بقول له طارق بيه، حاضر. اقسم بالله ما واحد، انا كنت في اللجنه قعدت اسبوع وجيت عشان اخلص ورق البنك. ماشي حاضر. اقسم بالله على الهوا ما حد صرف تعريفه، والجهاز المركزي بيراجع الميزانيه بتاعتي. اذا طلع واحد من اللي طلع وخد جنيه يبقى انا راجل كذاب. لا 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 سمح الله، لا سمح الله. ماشي ماشي يا حاج مجدي، انا شاكر جدا. وبس ثاني مصمم ان انت تيجي تصور العجول. حاضر حاجي والله، اصور حاجي والله اصور. ماشي يا طارق. حاضر شكرا يا حاج مجدي. بشكر حاج مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، اهو على في العلن لما بنتكلم عن موضوع الحاج مجدي بدا يتصل عليا ف
فالاعداد زمايلنا المحترمين اللي في الاعداد اتواصلوا معاه. يعني معنى كده ان احنا ما عندناش غضاضة مع حد. بس انا طالب من زمايلي في الاعداد لان انا ايه كنت ادبي ما كنتش علمي، يا ريت النبي يدربوا لي 70 في 210 في 106 عجل، اعرفوا لي المبلغ ده كام لحسن انا ايه على قد في الحساب. ليه؟ عشان الناس المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يعرفوا في كان حصلت مشكلة، العجول ماتت ليه؟ ما احنا نعرف العجول دي كانت ايه؟ كانت جايه مصيفه واحنا المفروض نشتيها؟ العجول دي كانت بتاكل باتونسه ليه؟ وكرواسون واحنا جايين اكلناها هنا علف وبرسيم؟ لازم ننتبه، لازم نقول للجماعه بتوع الحجر البيطري، يا جماعه بتوع الحجر البيطري والنبي ما تدوهاش الحقنه بتاعت الانفلونزا اللي احنا بناخدها عشان دي مرفهه. وبطالب الحاج مجدي قال معهد بحوث التناسليات، قال جم وعينه، انا بطالب بالتحقيق مع كل اللجنه اللي راحت من معهد بحوث التناسليات زي ما الحاج مجدي قال، مش انا اللي بقول، الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا، الموضوع ده مش هيعدي، انا هصوره عند الحاج مجدي لان الحاج مجدي كشخص وانسان فوق مستوى الشبهات، الحاج مجدي لكل الاحترام عندي، لكن فلوس الشعب المصري مصانه، فلوس الشعب المصري مفيش حد يقرب عليها، احنا مش في حقل تجارب. الاخ نجم زي ما هو الحاج مجدي قال راح هناك، ده مندوب الجهه الاداريه، قول لي يا وزيرنا بعت الحاج نجم ليه؟ الدكتور محمد عبد التواب يا نائب الوزير بعت الحاج نجم ليه؟ مش الحاج نجم ده اللي كان في شكاوي كتيره متقدمه ضده؟ هل انتوا كنتوا بتكرموه قبل ما الراجل يطلع معاش؟ هو على المستوى الشخصي له كل الاحترام عندي، لكن طالما قعد على الكرسي يؤخذ منه ويرد. علشان كده بقول انا مصر ان العدد النافق 159 عجل، الحاج مجدي بيقول 106. والله احنا بيننا الطبيعه وبيننا الاوراق. انا عاوز اعرف، اصل مفيش عجول مقطقطه وحلوه كده ومدملكه وعينيها خضره وشعرها اصفر هتدخل تاني في وسط العجول دول. العجل المصري لا متمرمط، مجرد ادخل كده في وسط العجول هطلع العجل المصري من وسط الف. ليه متمرمط؟ هنروح نصور. والموضوع ده يجب ان يسال فيه كل من اصدر القرار. انا عاوز اعرف اللي راحوا بتوع اللجنه الجهه الاداريه كانوا رايحين يعملوا ايه؟ هل هم خبره في فحص العجول؟ هل اللي هم سافروا بالقرار الوزاري ومرتبهم اللي كان ساري من هنا من مصر مين اللي بتحمله؟ ما الخزانة العامة للدولة، من جيبي وجيبك السيد المشاهد المصري. الفلاح المصري الشاطر لو اخده فلاح مصري شاطر واكل على طبلية ابوه كان راح هناك مسك العجل مسك كده بقه وفتحه وبص على اسنانه وقول ده كسر ولا مش كسر، العجل ده كويس ولا مش كويس، يبص كده عليه لا مؤاخذه يبص على الروس بتاعه يشوف بطنه شغاله ولا مش شغاله ولا ايه. يعني الفساد زاد بزياده، هذه الواقعه هي جزء من فساد هيئه الافساد الزراعي. لما الاقي في حاله من التعتيم الغير مبرر على اعتبار ايه؟ عذرا اهلي واصحابي في بنها، انا مش عارف بقوله ليه، اصل عاملين نفسهم من بنها، يا جماعه بنها مش بعيد، دي بنها قريبه، طب قولوا قبرص، قولوا اليونان، قولوا اسبانيا، قولوا على مدريد، قولوا على برشلونه. معانا اتصال من الاستاذه جيهان الغنيم المحاميه، اهلا وسهلا بيك يا استاذه جيهان. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك طبعا متابعانا واحنا بنتكلم عن واقعة اسمها تسهيل الاستيلاء العمد على المال العام او اهدار المال العام، توصفيها حضرتك بايه؟ والله يا باشا يعني النهارده احنا في يعني ايه، مش عايزين بس مش عايزين ندخل في السياسه بشكل عميق، لكن عايزين نقول ان حال البلد النهارده الفساد بقى متردي بشكل غير عادي. و
وحضرتك اكيد ادرى مني بالكلام ده كله. النهارده بقى الفساد بقى في جميع الادارات الحكوميه، تمام؟ تمام معاك. فالنهارده طبعا الفساد ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي لاهدار المال العام. النهارده لما بيبقى في فساد في اداره من الادارات، فبيؤدي ان بيبقى فيه اهدار مال عام، بيبقى فيه تسهيل ان احنا نستولي على المال العام، فده كله بيبقى فساد. طب ايه النص اللي في القانون يوصف الحاله دي؟ تتوصف بايه؟ يعني ماده القانون؟ ايوه، انا بكلم الاستاذه جوهان الغنيمي المحاميه، وصفي لي الواقعه دي، نوصفها بايه؟ استاذه جيهان. ايوه مع حضرتك، معلش الخط بيقطع. طيب نوصف الواقعه دي بايه؟ يعني حضرتك عايز نصها القانوني، ماده القانون؟ لا، انا عاوز الوصف العام بتاعها قانونا. هل هي جنحه؟ هل هي جنايه؟ هل اهمال؟ هل تعمد اهمال؟ هل استاذه جيهان؟ استاذة جيهان، انا مع حضرتك، معلش الخط انقطع، الصوت مش سامعاه، علي صوتك معلش. طيب بنوصف الواقعه دي بايه؟ هل هي اهمال متعمد؟ لا طبعا مش اهمال. امال ايه؟ لا دي جنحه. الجنحه دي اللي هو تسهيل الاستيلاء العمد على المال العام، ولا نقول عليه الاهمال اللي نتج عنه نفوق اعداد كبيره؟ الاستيلاء على المال العام دي جنحة يعاقب عليها القانون. يعني ده جزء من مال الشعب. طيب انا بشكر الاستاذة جيهان الغنيمي المحامية، وانا لما بتكلم عن الموضوع ده اقسم بالله العلي العظيم ليس لي غرض الا ابتغاء مرضات الله والرسول. وزي ما قلت كنا قبل كده، وزي ما انا بقول لمعالي الوزير، لما كنت بتحسن كنا بقول احسنت، لكن السكوت على هذه الواقعة مشاركة. انا عاوز اعرف، ما عادي خالص بمواشي تيجي من بره وتموت، ما عادي، ايه المشكلة؟ ولكن مش دي من دم الشعب المصري؟ دي مش من فلوسنا؟ هيقولوا لي دي مال خاص، لا تعامل معاملة المال العام. انا اعلم بقانون التعاونيات، واللي عاوز يجادلني انا جاهز. لما الاقي العجول دي اللي جت من اسبانيا وماتت، وكمان في اهمال لان في عجلين منهم اتكهربوا. ليه؟ كان في سلك عريان في المزرعه في المحجر، مع ان احنا ما عندناش عجول مصري بتتكهرب، او العجول المصري خلاص اخدت مناعه. لما طلبنا قبل كده، يا جماعة بعد اذنكم في اتفاقية تعاون مشترك بيننا وبين السودان، لما رئيس البشير بعيد عن السياسة وجي مصر وعقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي نبه ووجه قطاعات الدولة بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، لان السودان هي البعد الاستراتيجي لمصر، وقال لهم يعني اتعاونوا مع السودان. السودان مشهورة بانها عندها اكبر كمية عجول واغنام موجودة هناك، وعندها حاجات فواكه. اتعاونوا مع السودان، خدوا ودوا منها، والسودان قالت انا مستعدة اعمل عملية ان انا اخد ودي منكم، حتى لو حاجات عينية مش مادية ممكن اخد. قالوا، وانا سمعت السفير السوداني قال انا مستعد اديكم لحوم واخد بدلها دقيق ومكرونة الجيش. يعني معنى كده، خليكم فاكرين انا قصدت اقول مكرونة الجيش ليه؟ عشان كتير من البهوات اللي طول النهار قاعدين يهوى على نفسهم ويقولوا اصل الجيش دخل في كل حاجة. الجيش دخل في كل حاجة عشان يوفر الامن الغذائي للشعب المصري. لما يوصل الاخوة في السودان يقولوا احنا مستعدين ناخد مكرونة الجيش، دي معنى كده ان مكرونة الجيش دي يعني درجة الجودة بتاعتها عالية. الموضوع بتاع العجول دي لازم يتفتح، ولازم يتفتح ليه؟ عشان احنا في الحلقه اللي فاتت طالبنا معالي الوزير، قلنا له اسحب القرار المعيب
اللي طلعته بخصوص وقف حماده خلاف اللي موجود في اسكندريه، القرار اللي طلعته يا معالي الوزير بيفتح باب الفساد على مصراعيه. لما نلاقي ارض في اسكندريه 3081 فدان مباني، منطقه العجمي واول طريق الساحل مباني يا جماعه 3081 فدان، متقدرين بورق الاصلاح الزراعي وهيئه الافساد الزراعي متقدرين ب 39 مليار جنيه، وبجهد الضعيف قدرت اثبت ان الارض تتعدى 92 مليار جنيه، والاقي مجموعه الفشله اللي ما عرفوش يجيبوا حق الدوله يطلع لهم قرار يشرفوا على اللجنه. يعني معنى كده الفاتحه، اقروا الفاتحه معايا على ارض حميده خلاف اللي لغايه يوم القيامه العصر مش هترجع. انا طلبت كل اللي طلبت فيه، هاتوا لجنه من اي حته، هاتوا لجنه من بنها زي ما بتقولوا، بس ايه، حد واكل يعني وشبعان وروح هناك. وانا راضي بالنتيجه بتاعت اللجنه. لما الاقي مدير منطقه الاسكندريه بتاع الاصلاح الزراعي الموجهه لي اصابع الاتهام باوراق عديده عضو في اللجنه، اقول له ايه، اين انت يا حمره الخجل؟ يا اخي انت ما عرفتش تجيب ارض الاصلاح الزراعي اللي مبنى عليها المبنى بتاع الاصلاح الزراعي في اسكندريه اللي في ابيس؟ قولولي اذا كنت انت ما قدرتش تجيب ارضك انت اللي هناك، هتروح تجيب الارض التانية؟ مش الارض اللي عندكم في الاصلاح الزراعي اللي في ابيس اللي الراجل اللي كان رافع عليكم قضيه اخد حكم ضدكم وطعنتوا عليه في اليوم 61؟ طبعا اعزائي المشاهدين اللي فكرتهم على القانون ضعيفه زي حالاتي، بقول لكم مده الطعن بحد اقصى 60 يوم. هم استنوا اليوم 61 عشان يطعنوا على الحكم، عشان يمكنوا الراجل اللي واخد الحكم يستولوا على الارض. انا لو وجه اتهام على اللي هو اخد الحكم، لان الحكم عنوان الحقيقه، لكن البهوات المتواطئين في الموضوع ده والبهوات المسؤولين عن الشؤون القانونيه في هيئه الافساد الزراعي عارفوا عاملين ايه؟ واحد واخد حكم على ارض في اسكندريه، رايحين ينفذوا له الحكم على ارض في مصر. يعني اقول يعني هل وصل الفجر الى هذه الدرجه؟ والسيد ناظر عزبه الاصلاح الزراعي بعت انذار على يد محضر لطارق خليل، وانا بشكره جدا انه بعت الانذار، بس ايه، الراجل اللي كتب لك الانذار المفروض تفصله فصل قانوني. ليه؟ عشان لما كتب بخط ايده، وانا بشكره طبعا عشان اليومين اللي جايين دول الواحد محتاج قرشين. ليه؟ عشان مش هاخدهم احطهم في جيبي، لا، هتبرع بيهم لصندوق تحيا مصر، عشان صندوق تحيا مصر هو الاولى. بعت انذار وقال ان انا قلت عليهم مجموعه فاسدين. انا لم اقل عليكم مجموعه فاسدين، الاوراق هي اللي بتقول. ثانيا، قال ايه الاخ بقى الجهبذ اللي عرفني هم بيخسروا قضيهم ازاي؟ قال ان انا بشتغل لحساب شخصيات عامه نظير دراهم معدوده. لا فض فوك يا استاذي، ده انت لو اشوفك هعمل لك نشان، هعمل لك تمثال. وعليكوا ان انتوا يا جهابزه يا اللي بتخسروا القضايا تثبتوا انا مين الشخصيه العامه اللي بشتغل لحسابها، وانهي دراهم ماليه معدوده باخدها، عرفوني. إيه ليه؟ عشان انتوا فقدتوا صوابكم، وده كان ادعى ليا ان انا احرك دعوه جنائيه وجنحه مباشره ليكوا بتهمه السب والقذف. الفلوس اللي هاخدها منكم باذن الله وبعون الله انا بعلن من دلوقتي تبرع بيها لصندوق تحيا مصر، علشان اثبت للجميع الناس اللي موجوده هناك لا يجوز لهم انهم يدخلوا محكمه، زي الناس بتوع دمنهور اللي كانوا النقابه فصلاهم بيحضروا القضايا وبيخسروها. ولما محمد مصطفى مدير عام الاصلاح الزراعي المحترم بتاع البحيره حط ايده على الموضوع ده، قالوا لي لا، ده انت هتفضحنا، ده انت هتجرسنا.
لا ده انت لازم تمشي. ومشوا الراجل. ليه؟ لان اللي عايشين في الظلام ما يقدروش يشوفوا طاقة نور. ولكن اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم غير حانس، ان انا مش هسيب كل مرتشي او فاسد الا في سجن المزرعة يروح يونس اخواته هناك من الزراعة. ليه؟ انا مفيش طار بايت بيني وبينكم، ولا في مشكلة بيني وبينكم. وصح طالما انا جبت موضوع الشؤون القانونية، البهوات في الاصلاح الزراعي او هيئة الافساد الزراعي طلعوا قرار باستبعاد 3 سيدات من لجان المشتريات اللي ماسكين المشتريات، وقالوا ان هم ضيعوا على الدولة مبلغ كبير جدا. عارفين يا اعزائي المشاهدين، عارفين المبلغ اللي هم ضيعوه؟ 4000 جنيه. ليه؟ علشان قالوا طفايات الحريق كان في فترة فيها اجازات طويلة، فقالوا هنمد العقد للشركة بتاعت الطفايات خوفا يحصل حريقة. فقالوا لهم لا، ده انتوا اهدرتوا 4000 جنيه، لكن لو هم اهدروا 40 مليون ولا 400 مليون كانوا عدوا. قالت امشي اللي ما امشي في ظل الكبار تعدي. وحولوهم للنيابة في وقعة يندى لها الجبين. انا مش عاوز اقول اكتر من كده. والدكتور عبد المنعم البنا انت عارف القصة، والدكتور محمد عبد التواب انت عارف القصة. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. انا اخاف اقول هتبقى مشكلة. المهم حولوهم للنيابة الادارية، والنيابة الادارية المحترمين برعوهم وقالوا لا دي ما فيهاش اي وقعة اهمال او تسهيل استلاء العمدة على المال العام او بس ادوهم ايه زي لفت نظر. اتعرض الورق على المستشار القانوني لهيئة الافساد الزراعي المحترم المستشار محمد المنزلاوي، واصدر قرار بان اعتبار كل اللي حصل قبل كده كأنه لم يكن، والغاء القرار المعيب الذي صدر باستبعادهم من اماكنهم وكأنه هو العدم سواء. ولكن المفسدين في الاصلاح الزراعي لهم رأي تاني. ليه؟ الله، ما انتوا هترجعوا، انتوا هتكسرونا. يبقى لازم نعمل ايه؟ نعمل موضوع. الورق المستشار بعته في الشؤون القانونية في اول شهر 8 محطوط في الدرج. لما وزيرنا الهمام الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا عارف الموضوع بحذافيره. يا دكتور عبد المنعم، انا جيت لك على الموضوع ده مرتين، واظن ما ينفعش اجي التالتة. لما معالي الوزير والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الاراضي، لما هما الاتنين يتدخلوا عشان اعادة الحق الى اصحابه والحق لا يعود، طب اقول ايه؟ قولولي، انا عاوز لفظ محترم مهذب ينفع اقوله. اقول ايه؟ اقول اللي هناك الجماعة اللي بتوع الاصلاح الزراعي ياخدوا حقهم بدراعهم. لما حولوهم للنيابة الادارية الناس امتثلوا. احنا قالوا لو احنا مجرمين يحاسبونا. طب ما الاولى؟ الستة اللي متحولين لمحكمة تأديبية لاهدار مال عام 23 مليون جنيه رقتوهم. ومسكت واحد رئيس قطاع. ايه يا جماعة في ايه؟ هو التلاتة دول دمهم تقيل على قلبكم ولا ايه بالظبط؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. المستشار عيد البيومي المستشار القانوني للوزير. يا معالي المستشار، انا عارفك انسان محترم. والمستشار محمد المنزلاوي المستشار القانوني لهيئة الاصلاح الزراعي مجازا، مش هقدر اقول عليها هيئة الافساد الزراعي في وجود اسم المستشار محمد المنزلاوي الرجل المحترم. سعادتك عملت تأشيرتك وقلت الغاء القرار وما يترتب عليه من تبعات. هل هو الحاجات دي بتبقى عايز حبر على ورق ولا متابعة؟ عرفوني من يدير هذه القلعة الفاسدة. ولا ايه تاني؟ اقول لكم اجيب لكم لستة بالاراضي اللي مغمضين عينيكم عليها بتاعت الاصلاح الزراعي.
ارض الاصلاح الزراعي لو تم بيعها البيع العادل تسد ديون مصر 500 سنه قدام. انا عاوز اعرف الشقه اللي موجوده في المانيا اللي متاجره ب 375 جنيه وعلى الشارع، ونفس شقه زيها بس ورا واخدها هيئه الضرائب على المبيعات متاجره ب 3750، يعني 10% اللي على الشارع. قولوا لي ابن مين في مصر اللي واخدها؟ وبالمره والنبي باركوله قولوا له مبروك عليك الفيلا الجديده اللي في مدينه المنيا الجديده، قولوا له مبروك عليك. انا اامل خير في اللي هو محمد عرفان ايا مكان. الاول بتوجه الى الله العزيز الوهاب ان يمن بالشفاء على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتمنى له الشفاء العاجل. واذا صح الخبر اللي تواتر اليومين اللي فاتوا بترشيح اللي هو محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه رئيسا لمجلس الوزراء المحتمل، بقول له التركه ثقيله. ويا محمد بيه انا عارفك معرفه عن قرب، وعارف ان انت من الناس المحترمين اللي قلبك على بلدنا. بقول لك الملفات عندك، يعني مش هتاخد وقت طويل، الملفات عندك وعارف الفساد فين. اشتغل بمشرة الجراح وابطر وانكأ الجرح، علشان مصر محتاجة انها تكون يعني دفع للامام. لما اتكلمنا المرة اللي فاتت على ارض مركز البحوث الزراعية في بهتيم، من بهتيم ومركز البحوث الزراعية بدل ما يطلعوا شتلات جميلة تستفيد بيها مصر، عاملين صباط بيطلعوا شتلات فساد. ارض محطة بهتيم اللي شاورنا عليها بالمستندات وبالصور وقلنا يوجد هنا فساد، عرضنا الصور المرة اللي فاتت وقلنا في ارض هنا بتتزرع رز مع بالرغم من قرار وزير الزراعة ووزير الري بعدم زراعة رز في القليوبية، وعرضنا. اتفرجوا يا جماعة ادي الرز اهو بعد ما بيجمعوه، بيلحقوا بسرعة، قالوا طارق مشغول في وسط البلد ومشغول في القناة فنلحق نحصد. ادينا صورنا، عاوزيننا نصوركم كمان وانتوا واقفين في الزرع ولا ايه؟ ادي الارض بتاعت محطة بهتيم، وادي المصرف اللي جنب المحطة جنب سور المحطة. الارض اصابع الاتهام، الارز لو انطقوه ليقول انا مزروع في ارض مركز البحوث الزراعيه محطه بهتيم. ادي الصار الكبير بتاع الكهرباء التيار العالي، قولولي بذمتكم يعني مش مكسوفين على دمكم؟ لما اعرف ان الارض متاجره لناس هناك، واعرف ان احد الاشخاص اللي كانوا مرشحين في الانتخابات اللي فاتت وربنا لم يرد له النجاح لحكمه يعلمها الله، حط ايده على 5 فدادين وعملهم بزاويه حديد وكان بيحولهم لمباني. ولما اشتكيت لمعالي الوزير والشكوى لغير الله مذله، قلت له انقذنا يا معالي الوزير، اين انت يا وزيرنا؟ فقال انا هشكل لجنه، ولما تعرفوا عاوزين تموتوا موضوع يشكلوا له لجنه من قلب لجنه من قلب لجنة، وفي الاخر تولد تمخض الجبل وولد فأرا. قالوا عدم صحة الواقعة، رحت صورتها وادي الصور لا تكذب ولا تتجمل. انا عاوز اعرف الدكتور جمال رئيس قطاع المحطات، الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، أين أنتم؟ ولا الموضوع خرج من السيطرة؟ هو عموما أنا بشكر الجهات الرقابية المحترمة، وحطوا تحت كلمة المحترمة 20 خط اللي تواصلت معايا والشغالين على الموضوع. ليه؟ قالوا لن نترك فساد في أي مكان.
طبعا معانا مداخله الحاج محمد المرجاوي صديق البرنامج واللي على طول حريص ان هو يتواصل معانا. اهلا وسهلا بيك يا حاج محمد. استاذ طارق مساء الخير. مساء النور. رغم مرضي والله، بس انا مكالمه الحاج مجد الشرافي بصراحه انا استفدتني بجد. ليه بس؟ اخش من باب ارد عليها. ليه يا حاج مجد؟ ليه يا حاج محمد؟ الحاج مجدي جاب العود الاسباني قبل العيد، واحنا اتكلمنا كده عند حضرتك في الحلقه قبل كده. صح، قلنا انت كنت حضرتك مشرفني. وكل حضرتك قلنا العجول بتتكلم انجليزي، حضرتك حاج مجدي مش عارف العجول اللي نفعت 104 او 106، مش عارف العجول اللي نفعت في المصدر دي وهي جايه من اسبانيا. يا حاج مجدي شرفي بيقول لك الناس دي اللي سافرت دي ما خدتش ولا مليم، امال الطياره ببلاش، اسبانيا صرفوا ببلاش. حاج مجدي بيقول ايه؟ حاج مجدي مش عارف يتكلم ليه؟ حاج مجدي بيقول الحق، حاج مجدي كده بيقولش الحق، وانا مستعد اوافق الحاج مجدي على انه ما بيقولش الحق، لان دي اثمار. حاج محمد اتفضل. طب انا عاوز اعرف يعني الناس اللي ما اعرفكش، انت رجل من رجال التعاونيات مش كده؟ مش انت رئيس الجمعيه المشتركه في اليوب؟ رئيس الجمعيه المشتركه في اليوب حضرتك. تمام. طب يعني ليه انت بتقول كده؟ بقول لحضرتك ان التعاونيات ديت مال الفلاحين، مال الناس، مال القطاع ده اسهم بتاعت الفلاحين حضرتك، الناس الغلابه مش لاقيه تاكل، حد مجد راحوا ببلاش اسبانيا عشان جابوا عجول، والعجول دي تموت. تموت ليه؟ وبعدين الحاج مجدي العجول دي مات كده صغيره، وبعدين النهارده بيقول لك العجول دي ما كملتش 4 شهور من العيد الكبير لحد دلوقتي، يعني معنى كده ان العجول دي بقت 550 كيلو؟ ده الكلام مش الكلام ده يحصل بصراحه. الحاج مجدي راجع نفسه، انا عايز اكلم الحاج مجدي اقول له الحاج مجدي بعد اذنك راجع نفسك، وانا مستعد اواجهك واقابلك واشوف العجول دي، لان العجول دي اصلا جايه مريضه، جايه يعني طب واخدين جهات اداريه ليه؟ ما خدوش ليه ناس مثلا في العجول؟ لو خدوا صلاح واخضر هيقول العجول دي وحشه او حلوه. وبعدين جايبين اسبانيا، اسبانيا ليه؟ ما عندنا افريقيا وعندنا السودان وعندنا ليه؟ اشمعنى اسبانيا يعني؟ اشمعنى مدريد؟ احنا بنلعب كوره. يا حاج محمد، العجول اللي بتيجي من اسبانيا، العجل الاسباني ده متربي وتمام بتمام، بيعكس العجول المصريه ويحصل تحرش وحاجات زي كده يعني، ويدخل تحت قانون العقوبات الحيوانيه يعني، فعيب يعني ان برضه لازم نجيب حاجات متربيه كده. طب انا عايز اقول لك على حاجه بس حقق منها، اسرائيل واخده العجول المصريه بتلقح مالها، اسرائيل عدوتنا واخده العجول المصريه والبقر المصري بتلقح منه، مش هو راح يجيب عجول من اسبانيا عشان ناخد منها لقاحات، لقاحات اللي نزلت بروسه حاتم وستارت اللي راحوا معاهم دول والاول العجول دي كويسه. ده كلام فاضي، ده والله كلام فاضي، حرام حرام، فلوس الناس فلوس مصر، ده مصر يا جدعان، رئيس بيجري على اخر جيب وعايز يجيب جنيه لمصر، حرام. انا عموما انا بشكر الحاج محمد المرجاوي. انا مريض وقادر اتكلم، بس انا سافرت من الف الكلام. الف سلام عليك، الف الف سلام عليك. انا بشكر الحاج محمد المرجاوي رئيس الجمعيه العامه بتهيألي للتعاون في اليوم، مش قادر اقول الاصلاح الزراعي، لا ما ينفعش للتعاون. الحاج مجدي قال دعوة ان احنا نروح نصور، وانا بقول للحاج مجدي بعد الهوا هتواصل معاك، بس بالله عليك يا حاج مجدي اعمل لنا دعوة يعني دبل فيس، دعوة نروح نصور في اسبانيا واحنا راضيين نتحمل مشقة السفر وروح اسبانيا، ومستعدين نصور هنا في مصر، حتى والله هنطلع هناك بدون بوكيت ماني ولا هناخد بدلات ولا هنقول لك اي حاجة، هنروح هناك الفندق هاف بورد مش فول بورد، واحنا راضيين، وفريق العمل بتاعي انا ما خدتش رايهم، بس انا عارف ان هيسبقوني على المطار، هيقولوا ايه؟ الله، ما هو لازم الموضوع يكمل، نعرف الاساس هناك ونعرف الاساس هنا، بس احنا عموما احنا قنوعين، مش هنروح نقعد 20 يوم ولا حاجه، هنروح نقعد 5 ايام بس، نروح نبص هناك ونصور، وادي كله مال عام، ولو ما كانش مال عام يبقى مال خاص. ولك الله يا مصر. لما الواحد بيقول الحاجات دي صدقوني انا والله مغاوي نكد، والله مغاوي نكد، لكن انا مهموم بالمال المصري والمال العام المصري والشعب المصري والفلاح المصري. عذرا الحاج مجدي الشراكي، عذرا معالي وزير الزراعه الدكتور عبد المنعم البنا، مصر ابقى من اي فرد، كلنا زائلون، كلنا زائلون، ولن تبقى الا مصر. نسيب ذكرى كويسه في بلدنا، يقولوا اللي راحوا دول كانوا كويسين
او حد افتكرنا يقول والله كانوا ناس محترمين. علشان كده الملف مفتوح الى ان يأذن الله لنا امرا كان مفعولا. قبلنا دعوة الحاج مجدي ان احنا نروح نصور هنا في مصر، واحتمال واحنا رايحين هناك نشوف حاجة مش عجبانة فقول نستكملها في اسبانيا، في مدريد او في برشلونة او في دي مايوركا او اي مكان في اسبانيا، واحنا راضيين. في نهاية هذه الحلقة اقول الى وزير الزراعة تحرك سريعا فان القطر لا يقف عند احد، واترك ذكرى جميلة في وزارة الزراعة. ليه؟ علشان الناس كلها مجمعين على ان الدكتور عبد المنعم البنا حد كويس، والله حد كويس، وانت عارفني انا بنافقش حد، انت حد كويس، ولكن اللي حواليك بيلوثوا تاريخك. الحق وحقق، ولن ارضى من الدكتور عبد المنعم البنا الا ورقه رسمي يقول هل الواقعه سليمه ولا لا، هل تم احاله الناس دول للنيابه ولا لا. وزي ما المخرج بيقول لي الوقت خلص، واقول كما اقول في كل حلقه بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، اذا قدر الله لنا عمرا نلتقيكم في الحلقه القادمه يوم الاثنين القادم في تمام الساعه 8 مع اجمل تحياتي طارق خليل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.